تابعين بصباحنا يا نور، وأولى فقراتنا لليوم الطبية راح نحكي فيها عن مرض الكلى يلي يعد من أكثر مرضى الكلى من أكثر الأشخاص تأثيرا بنمط تغذيتهم، فحالتهم قد تسوء أو تتحسن بحسب ضبطهم لغذائهم وشربهم. لذا فقد تشكل الإصابة بأحد أمراض الكلى أحد أكثر الأمور العالقة حول إمكانية الصيام في الشهر الفضيل. لحتى نحكي أكثر عن الموضوع بصيرنا نرحب بالدكتور بشار يارد، اختصاص بزراعه الكليه. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. كل سنه وانتم سالمين. وانت سالم. وان شاء الله سنه خير على البلد، والله يرحم شهداء سوريا. الله ورغم انه المقابله يعني برمضان بنهايته، بس ان شاء الله نكون نترك بصمه مشان السنين القادمه ربما. اكيد. يسعد صباحك دكتور مرة تانية. بالبداية خلينا نحكي قديش مهم الالتزام بالغذاء الصحي، وقديش فعلا بيأثر النظام الغذائي على أمراض أو مرضي الكلى إذا فينا نقول، قديش فعلا بينعكس بشكل سلبي. بتقصدي برمضان ولا بشكل عام؟ بشكل عام، بعدين نحكي عن تفاصيل رمضان. هلا بمرضى الكلية أنواع، في مرضى تتعلق بقصورات الكلوية هي لحال مجال لحال، ومرضى بتعنين بأمراض الكلية الأخرى. المرضى بأمراض الكلية العادية مثل الإمتانات البولية والحصيات وما إلى ذلك والبروستات هي ما في نظام حمية لإلها خاص. نحن بنركز على نظام الحمية دائما عند المرضى اللي عندهم درجات من القصور الكلوي الحاد أو المزمن، وخاصة المزمن طبعا بدرجاته المختلفة، لأنه القصور الكلوي كذا درجة، مو يعني مريض كرياتينين 1.5 غير مريض كرياتينين 5 أو 6، أو مريض ما عم يجي جلسات كلية صناعية غير مريض موضوع على جلسات كلية صناعية. هلأ بشكل عام الحمية مرتبطة بالسوائل الداخلة للجسم، نحن بنقول سوائل يعني مو بس مي زهورات شاي عصائر كولا، والكولا هي بارانتيز يعني بين قوسين من أشد المواد خطورة وأذى للكليتين حتى للجهاز العصبي. بنركز على الحميات اللي فيها كتير بوتاسيوم ما كتير بنحبها، ولذلك كمان نحن بنقول له مريض القصور الكلوي ما كتير ياخذ عصائر، يعني ممكن ياكل فواكه طازجة بس ما يقرب كتير على العصائر. الحمية اللي فيها فوسفور تعتمد على الفوسفور كمان، هذا بيعمل حكي عن مرضى القصور الكلوي. كمان بنطلب من المرضى تبتعد عن الأطعمة الغنية بالفوسفور مثل الأسماك مثل الأجبان بكميات كبيرة وهكذا. في قوائم نحن طابعينها ضمن بشكل عام. نحن بنقول له للمريض كل شيء أكل بيدخل على النار ممكن تاكله، يعني في أكلات مثلا هي نية مثل البقدونس مثل النعنع مثل ورق العنب، هي غير مستحبة لمريض القصور الكلوي، وإنما إذا دخلت على النار يعني ورق العنب ني ممنوع، بس اللي يبرق فيه ياكله المريض. اذا كل شيء بيدخل على النار بيطرح شاره البوتاسيوم من خلاله بصير نوعا ما مسموح. بنركز على العصائر كثير مطلوب من المريض يبتعد عنها. في بعض الاغذيه اللي غنيه بالبوتاسيوم كمان مريض الكليه لازم يبتعد عنها، مثل الفريز الموز الفواكه المجففه بشكل عام، كلها ضمن هالمقولات هي. السوائل، عدم الافراط بالسوائل كمان كثير شغله مهمه، انه في ناس بيقول له معك كليه يلا طول ما انك قاعد اشرب مي، لا، الكليه عضو كمان عنده وظيفه بده يرتاح فيها. الكليه قادره على طرح املاح وسمومها ب 400 سي سي بول و 20 لتر، نحن بنقول لازم صادر بولي ما يخف عن لتر للتر ونص، فضمن هالمعطيات هو بيشرب. في مهن ما بيعرق الواحد، ما بيستهلك مي. واحد قاعد ببيته تحت مكيف تحت شيء، غير شوفير التاكسي او عامل الفرن او اللي مهامهم او وظائفهم تتطلب وارد كبير من المي. نعم. اي بشكل عام يعني. دكتور خلينا ننتقل للمسموح ولا الممنوع لمرضى اللي عم يغسلوا الكليه، كمان في قصص ممنوعه من الغذاء، خلينا نحكي عنها شو هي. او نفس الشيء القصور الكلوي. لا اعطينا مقدمه انه بشكل عام. نعم. هلا نحن بما انه اسا لو كنا بالايام الاخيره من شهر رمضان، خلينا نحكي شوي على الحمية الرمضانية. طيب. هلا نحن عندنا مرضى الكلية نوعين مثلا، او المرضى نوعين، المرضى اللي عندهم انتانات بولية حادة او حصيات كلوية حديثة اكتشفت او مشاكل حادة، هدول بنصح بعدم الصيام. نعم. مشان يتعالجوا هالكم يوم، بعدين بيقدروا يكملوا الصيام بالشهر الفضيل. في نوع ثاني من المرضى اللي عندهم درجات مختلفة من القصورات الكلوية او تنازل نفروزي، او هدول غير مستحب خوفا من تطور المرض. يعني مريض ما بيكون على الكلية الصناعية، ليش لجيبه أنا على الكلية الصناعية؟
فانكسار المعاوضه هي بنخاف منها. هلا نحن بالنسبه للي صايمين ومع امراض كلويه، نحن مبدا الصيام مو بس سوائل، بتعرفوا انتم الكليه ما بتخزن سوائل، يعني قد ما المريض شرب من مرحله الافطار لوقت السحور ساعات طويله، صحيح، قد ما شرب مي بعد مدفع الامساك ساعه ساعتين بيرجع الجسم بيوازن حاله. المشكله مو انه بيقول لك المريض دكتور انا تركتني صوم انا قد ما بدك بشرب، مو هذا الموضوع، بشرب قد ما بدك. اثنين، النظام الغذائي على الافطار، نظام الغذائي على الافطار، نوع السوائل المحطوطه، التمر الهندي والعرق السوس والعصائر كلها هي. بتلاقي المواد السوريه والدمشقيه والحلبيه غنيه بكل الاكلات يعني الدسمه الثقيله، فهي كمان صعبه لضبط النظام الغذائي. بيقول لك حتى التحلايه بتلاقي عندهم كثير طقوس. يعني ما المهم كلمه بشرب مي ولا ما بشرب مي، كلمه سوائل الوارده للجسم هي. اثنين، النظام الغذائي، يعني هلا نحن بفتره رمضان كثير بيجينا حالات اسعافيه، وللاسف مضطر مرضى تعملي لهم جلسات اضافيه من الكليه الصناعيه او تنقيه الدم، لانه قعدوا على طاوله الافطار ونسيوا حالهم، بلشوا يغبوا بهالمي، وهدول المرضى بتعرفي ما بيبولوا، صادر البولي عندهم كثير قليل ومحدود، اضافه الى الاطعمه مثل ما قلنا الغنيه بالبوتاسيوم والمواد السامه الضاره، هدول كثير بدهم ينتبهوا على هالموضوع. طيب كيف فينا نقول النظام الصحي؟ عفوا شغله بس لفت نظر، انه كمان برمضان النهار مو 12 ساعه، يعني فتره الصيام وفتره السماح، يعني اوقات 16 ساعه عندك صيام اوقات، فعمليا تواتر اعطاء الادويه واخذ الادويه صار اختلف طيب خلينا نحكي عن النظام الصحي، يعني لما اقول له تكون المائده الرمضانيه غنيه والتزم فيها، شو الاشياء المسموح فيها ليقدر ياكلها ونوعا ما ما بتاثر على عمل الكلى؟ مثل ما قلت لك كل شيء داخل على النار، كل شيء يعني طبخ بالفرن وعلى الغاز، يعني طبخ مسموح ضمن الكميات المعقوله. نحن دائما حميتنا بنقول لهم لمرضى الكلى الحميه مرتبطه بنوع الطعام وليس بكميته، يعني رز قد ما بده ياكل، خضر مطبوخه مع شقفه لحم صغيره معلش، بس عدم الافراط، زائد عدم الافراط بالسوائل. لما بتعدي انت على مائده غنيه بتعطشي بتاكلي، في ملح، في اكل، في شرب، في كله هذا بيفوت على الجسم ما بيعود ينطرح، فبيدفع المريض احيانا ثمن غالي لهذا الموضوع. الخضروات، الخضار الطازجه كمان يفضل الابتعاد عنها قد ما، يعني طاوله رمضانيه حاطه فتوش وحاطه تبوله ما بيشتغل معنا، وجرجير وما هذا منعن باتا. نعم دكتور، خلينا نحكي بنقطة، وهي يمكن كثير في أشخاص بيكونوا كبار بالعمر معهم مشاكل بالكلية، ولكن بيصروا إنه هن يصوموا ولازم ياخذوا دواهم ولازم بدهم يصوموا مصرين. خلينا نحكي نحن إذا صار لا سمح الله أي حالة إسعافية، كيف فينا نحن ننقذهم بالبيت؟ الدواء هل مسموح انه هو يعطى فقط بفتره الفطور ما بين الفطور والسحور اذا كان في دواء لازم يتاخذ؟ يعني هو اللي متعود 50 60 سنه 70 سنه على نظام حياه معين وانه يصوم كل سنه، صعب كثير تقنعيه انه لا تصوم. هدول عم نصل معهم لحلول وسط احيانا، انه اخي انت هلا معك مشكله كلويه، نحن مصرين تصوم، اوكي بنصوم اول اسبوع، بعد اسبوع بنهايته بنعمل شويه تحاليل، إذا شفنا إنه الأمور مستتبة وما صار تغيير بالأرقام المخبرية معلش كمل كمان جمعة ثانية وهكذا، يعني في مسايرة. بيبقى موضوع المعالجات، فدائما هدول بصفي بدل ما ياخذ صبح ومساء بدنا نصير نعطي مثلا أثناء الإفطار وأثناء السحور، ويفضل دائما الأدوية ذات الجرعة الوحيدة، يعني إذا فينا نحط مريض مثلا خافض ضغط على جرعة وحيدة بيكون أحسن ما يكون على عدة جرعات، لأنه مثل ما قلت لك فترة الصيام وفترة السماح ما لها يعني. طب لازم قد ايه بين جرعة يعني الدواء لازم قد ايه؟ يعني في معالجات مثلا بده كل 12 ساعة، أنت ما فيك تضمني هي كل 12 ساعة، يعني إذا الإمساك كان الساعة 4 الصبح المفروض 4 بعد الظهر صار 12 ساعة، الإفطار عم بيكون 7:30 فرض، فعمليا ما في توافق. فإذا بنقدر نلجأ خلال فترة رمضان للأدوية ذات الجرعة الوحيدة بيكون أحسن. طيب دكتور، يمكن أنت ببداية حديثك في كثير من الحالات الإسعافية خلال شهر رمضان كانت بالعيادة، خلينا نحكي عن هي الحالات الإسعافية، يعني كثير من الناس مشان تتجنب هي التفاصيل، شو أكثر الحالات الإسعافية خلال شهر رمضان المبارك اللي كانت موجودة؟ هلا بالنسبة للحالات الإسعافية خلال شهر رمضان عندك حصيات الكلية اللي خاصة مؤلفة من حمض البول، اللي بسبب الصيام المديد ممكن تشكل حصيات حمض البول،
عندنا شيء اللي بنسميه نحن فرط البوتاسيوم اللي بيصير بسبب شرب العصائر واكل الفواكه بكميات كبيره، وهذا بياثر على القلب، ممكن يعمل توقف قلب. عندنا الشغله الثالثه انه معظم المرضى الكليه والمرضى الكليه الصناعيه ما بيبولوا، فهدول لما بياخذوا وارد كثير من السوائل بصير عندنا شيء اسمه وزمه رئه حاده، فياما مضطر يجيب مريض اسعافيا على مركز تنقيه الدم وكليه صناعيه ليعمل جلسات اسعافيه. هون لازم يكون مريض حريص جدا جدا جدا. نعم دكتور، خلينا نغوص شوية بأمراض ومشاكل الكلية ونحكي عن الحالات يلي هي ممكن تتحول إلى قصور كلية، وشو هي المؤشرات يلي ممكن يصير مع المريض ونقول بل ببداية القصور الكلوي؟ يعني من حسن الحظ أنه مو كل أمراض الكلية بتروح على الإزمان. في كتير أمراض كلوية حادة، مثلا انتان بولي سفلي، انتان بولي علوي، حصيات كلوية، هدول قابلين للشفاء. في أمراض للأسف ببلشوا حاد بس بياخذوا شكل مزمن. في أمراض بسبب سوء المعالجة بياخذوا شكل مزمن، هدول بدنا ندير بالنا عليهم. يعني حتى الإنتان مثل ما ذكرنا أنه رغم هو قابل للشفاء بس سوء المعالجة والتدبير والتأخر بالتشخيص وعدم التزام بالأدوية بحولوا لإنتان مزمن، وبالتالي ممكن يأثر على الجهاز البولي. هلا في عنا شغلة كتير مهمة بدنا نراعيها بموضوع أمراض الكلية، بدنا نميز بين أمراض الكلية التي تهجع وأمراض الكلية التي تشفى. في أمراض كلية تهجع تنام بالأدوية بالمعالجة سنة سنتين ثلاثة، هي بترجع توقظ أيمتى؟ لما بصير في قريب، لما في صير عدم التزام بالحياة بشكل نظامي، عدم التزام بالحمية، إذا مريض ضغط معه ما التزم فيه ممكن هي ترجع تتجدد. فبنقول ناكسة، كانت هاجعة نايمة ورجعت تفعلت لفترة بسيطة ولا لا؟ لا لا بيرجع بتفعل، ممكن المرة الثانية ما تقدر تسيطري على المرض. في شغلة بس ملفتة للنظر انه مريض الكلية لازم يكون مريض صبور. المعالجة مرضى الكلية معالجة تاخذ وقت طويل، يعني مثلا مريض تنازل نفروزي او التهاب كبب وكلية خاصة ناجم عن انتانات تنفسية او التهاب لوزات، هذا ممكن علاجه يستغرق من 4 إلى 6 أو 7 أشهر، بده صبر. نحن عنا المريض بيدوج وبلش بنتقل من طبيب لطبيب، وكل طبيب بده يحط بصماته ويغير بالمعالجة، بده صبر. لازم تكون في علاقة علاجية صحيحة بين المريض وطبيبه، يلتزم فيه، يكون في ثقة بتعليماته، يقادر على تنفيذها. خاصة نحن بنعاني صعوبات ايمتى؟ لما بكون مرضانا من خارج القطر او مرضى محافظات اخرى، خاصة موضة هلا صايرة على الواتساب وبده يبعث لك تحاليل وبيزعل اذا ما بتجاوبي. مو دائما المعالجة بتتم عن بعد، صحيح. يعني بده يكون في تفاعل فحص سريري ومعلومات تكون ادق. دكتور، يمكن بالاونه الاخيره فينا نقول حصيات الكلى او الرمل فينا نسميه مرض العصر، يعني كثير من الناس بتعاني منه ونسبه كثير كبيره. هلا دائما مثل ما بنقول بيرجع لنقص السوائل او المي اللي عم يتم شربها اللي بيكون فيها نسبه كلس معدله. هون خلينا نعطي بعض النصائح لكثير من الناس، لانه في كثير من الناس بتقول لك انا التزمت لفتره معينه وما عاد في الام واختفت ورجعت مره ثانيه. هلا كلمه رمل وحصيات، كلمه رمل خطا شائع، لانه هلا نحن اذا بضيفونا فنجان قهوه هون وبنعمل فحص بول بعد شوي حنلاقي في اوكزالات كالسيوم، فالكليه بدها تطرح املاحها. هلا موضوع المي فيها كلس ولا ما مي فيها كلس، انه هل مي فيها كلس بيصير عنده بحث واللي ما فيها كلس ما بصير فيها بحث، كمان هذا خطا شائع، لانه الجسم يمتص حاجته. ولذلك بتشوفي ضمن العائله الواحده هل عايشه بنفس البيت بتشرب نفس المي بتاكل نفس الاكل، في ناس بتعمل حصيات ناس ما بتعمل حصيات، اذا هذا مرتبط بعتبه الاذابه عند كليه هالشخص. ها بالنسبه للحصيات كلويه متواترة جدا في بلادنا، وخاصة بالصيف، وخاصة لما بنحرم المريض من السوائل بصير عندنا شيء اسمه تشفاف، بصير بول كثيف، بصير ترسب بالأملاح، خاصة إذا المريض عنده استعداد لتشكيل حصات حيشكل حصات. هي الحصيات مرض العصر مثل ما قلتي حضرتك، ولازم تتعالج بشكل كثير علمي وشكل دقيق، ونحاول نعرف الأسباب رغم أنه في كثير أحيانا ما بنصل لسبب، وإنما يجب البحث عن السبب، وخاصة عند المرضى اللي بيكون في ناس عندهم كلية ضامرة أو كلية وحيدة وكلية تانية المعتمدين عليها فيها حصات، فهدول في عندهم خوف من تطور لقصور كلوي حاد، وممكن نضطر أحيانا نعمل جلسات كلية صناعية مشان بحصة صغيرة ما بتجاوز قطرة 5 ميلي.
دكتور، دائما في مشاكل بالتفتيت، والتفتيت البحصة بالكلية تتفتت، ولكن ممكن يبقى شوي من مخلفات هاي البحصة أو ممكن ترجع بعد فترة. هل هالشي صح ومنطقي ولا، وشو الأسباب يعني؟ مبسوط على السؤال. أنا حلو. هلأ هي في جغرافيا بالكلية، في عنا كويس علوي، كويس متوسط، كويس سفلي، وفي عنا الحويضة وعنا الحالة. هلأ الحصيات اللي بتتشكل بالكويس السفلي بالكلية هي بتجي مستواها أوطى من الحويضة، فإذا هدول الحصيات فيهم فتتي ولا ما فتتي ما حتستفيدي. بيبقى حصيات الكويس العلوي وحصيات كويس المتوسط والحالي، هدول مرتبط وضعهم بحسب حجمه ومكانهم بدقة وتركيبتهم من النوع القاسي ولا من النوع اللين. في مرضى مجرد من أول جلسة تفتيت 3000-3500 طلقة بتتفتت الحصات، في ناس بيحتاجوا فيني اقول لك حتى عشرات الجلسات حسب تفتيت. حجمه ولا ما شرط تختلف؟ ممكن نوع يكون في نوع فقير بالمي تفتيته صعب قاسي بنسميه نحن الحصيات الكلسيه القاسيه، وفي نوع سهل. هلا في عنا كمان مشكله بالحصيات غير ظليله على الاشعه، هدول انت بتعملي صوره ما بتشوفيها للبحصه، بصير انت بتلحقي الاستسقاء. هلا انا برايي انه احيانا كثير بتصير تفتيت على صوره بسيطه لجهاز البول. انا مدرستي كنت عايش بألمانيا وحتى هلا انه لازم يصير في صوره ظليله قبل ما المريض يقدم على تفتيت حصات، لانه لازم اعرف الطريق بدها تمشي فيه البحصه، سالك غير سالك، وين في تضيقات، وين فيه مشاكل. طب دكتور، دائما في حجه انه راحت البحصه بس بعد فتره رجعت. ممكن احيانا انا فتت شيء وهم، فتت على شيء ما موجود. ممكن فعلا كان في بحصه، ممكن البحصة مثل ما كان في ظروف لتشكيلها لأول مرة نكست الحصات، يعني وارد تنكس. فلذلك في ناس كل شهر شهرين بيطلع تلاقي عم يطرحوا بحص، بس لازم يكون في جهاز بول ظليل نعرف فيه جغرافية الكليتين والحالبين عند المريض. ممكن يكون عنده تضيق بس الحويضة حالي بهذا المريض، أنا عم فتت له، فاللي بعمله بصير إنه الحصات بدال ما تكون واحدة ساويتها خمسة، وبالأخير مريض مثلا كلية وحيدة لازم نحط شيء اسمه قسطرة معكزة بالكلية لأحمي الكلية من الانسداد لما البحصة بتكون عم تنزل. هالأمور هي كلها بدها مراعاة، يعني موضوع الحصيات وعلاجها بده تروي، ما بصير هو. طب يعني دكتور بالسؤال، هل معقول أو هل صح أنه المريض يلي عنده بحصة وتفتتت وراحت أنه هو جسمه دائما بيولد بحص؟ في ناس عندها استعداد، في ناس عندها استعداد كل مرة تطرح من كلية، وفي ناس عندها تطرح من نفس الكلية عدة حصيات. هدول مرتبطة بعتبة الإذابة مثل ما حكينا بالكلية. طب هي أوجاع تترافق من أسفل الظهر وأسفل البطن، الأوجاع كيف بتكون؟ الألم الحصوي ألم قولنجي بيجي بسيط ويشتد بس بيصل لمرحلة غير محتمل. دائما الآلام المحتملة قدامك حلين، يا حصات كبيرة ما عم تتحرك، يا آلام عضلية هي العضلات الحاملة الكليتين. عادة نحن بنقول له للمريض كل ما نوجعت زيادة انبسط، معناته بحصتك صغيرة قابلة للتفتيت أو الطرح. أما الحصات الكبيرة هي اللي ما بتركن، هي إيه حركتها بسيطة. إنه إمتى الكلية بتتوجع؟ الكلية بتتوجع لما بتجرحيها. كيف تنجرح؟ لما بتتحرك البحصة وبتخرج الحالب بتقبض. طيب دكتور بالختام، نصائح أخيرة لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا. مثل ما بنعرف الكلية من أهم أجزاء الجسم ويجب الحفاظ عليها لنحافظ على الكلية من المشاكل الصحية. الوقاية بشكل عام للناس اللي ما عندهم أمراض كلوية، الوارد من السوائل بشكل معتدل ممتاز، محافظة على صادر بولي بحدود لتر للتر ونص كتير مهم، الابتعاد عن استخدام المسكنات عشوائيا كثير كثير ذو فائدة. أكثر المرضى اللي عم يجونا للأسف خاصة الستات بسبب الروماتيزم وتناول كميات كبيرة من المسكنة. مريض عنده ارتفاع توتر شرياني لازم ينتبه لضغطه، وهون بدنا نميز بين اكتشاف الضغط إمتى اكتشف وإمتى بلش. يعني ممكن مريض هلا اكتشفتي إنه معه ضغط بس هو صار له زمان وما حدا بيعرف. التحسسات الدوائية بدنا ننتبه لما ناخذ دواء ما يصير في تحسس، لأن كثير أدوية تحسس فيها بنعكس بيعمل كسور كلوي حاد. هالامور هي ضخام بروستات الحصيات كله بدنا ننتبه له ويتاخذ بشكل جدي. هلا نحن عندنا في مشكله انه للاسف مثل ما قلت لك قبل شوي الكليه بتتوجع وقت في بحصه، بس بشكل عام امراض الكليه غير مؤلمه، الكليه عندها عزه نفس ما بتخبر عن حالها،
بتتوجع وبتعاني وهذا، بيجينا مرضى كثير بنقول له يا ابني انت هلا بحاجه لكليه صناعيه، بصير عنده صدمه، بيقول لك ما بشكي من شيء، ما حست فجاه. اذا الفحوص الدوريه، تغير لون الجلد لازم يصير انتباه، الضغط المعم ينزل، القرحه وجع المعده المعند على المسكنات لازم يلفت نظر انه في مشكله كليه، مريض سكري لازم يكون عنده دائما مراجعات دوريه لطبيب الكليه، الحامل لازم خلال فتره الحمل من مرتين لثلاث مرات على الاقل تراجع طبيب كليه بالتنسيق مع الطبيبه النسائيه، مريض اللي عنده ارتفاع بحمض البول ما يستهتر فيه لازم يعالجه. اذا قضايا كثير هي كلها ضمن الوقاية خير من العلاج. نعم دكتور بشار يارد، نحن كثير بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها طبعا، وانت من الاطباء السوريين يلي نحن كلنا بنفتخر فيك وبانجازاتك اكيد، ويعطيك الف عافيه وتضل بالف خير وينعاد عليك يا رب. شكرا لكم، وشكرا للمحطه للاخباريه السوريه، وشكرا للطافتكم. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وحاولنا نسالك كل الاسئله اللي ممكن تخطر على بال المشاهدين. يعطيك الف عافيه. شكرا. شكرا.